في إطار تحركات الجامعة العربية لدعم القضايا العربية، استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية اليوناني بمقر الأمانة العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات بين الطرفين لمناقشة العديد من القضايا. بلد صديق، وكان دائما في علاقة طيبة للغاية مع الدول العربية والأمة العربية، له مواقف واضحة وحاسمة في فهم القضية الفلسطينية وتأييدها. ومذكرة التفاهم اليوم تستهدف تعميق العلاقات بين الجامعة العربية واليونان. تم توقيع مذكرة تفاهم تعكس عمق العلاقات العربية اليونانية والرغبة في الارتقاء بها وتنويع المجالات التي تتناولها. توقيع مذكرة تفاهم اليوم تعد أساساً لوضع قواعد التفاهمات تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية بين الجامعة العربية واليونان، وكذلك بين اليونان والدول العربية. نحن دائماً ندعم مختلف القضايا العربية لأن علاقاتنا تمتد لعشرات السنين. أعرب الأمين العام خلال الاجتماع عن تطلعه لقيام اليونان بدور إيجابي داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة بعض الدول الأوروبية التي تتخذ مواقف سلبية اتجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وكذلك التعاون في شرق المتوسط مع كل من مصر وقبرص. يأتي توقيع اتفاقية اليوم ليؤكد على أهمية تحركات الجامعة العربية على المستوى الدولي لدعم القضايا العربية المختلفة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.